اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من عالم توم وجيري. النهارده هنلعب لعبه اسمها هوتيل اليفنت روبلوكس. مش اليفنت هوتيل، اسمها هوتيل اليفنت. صدقوني لعبه جميله جدا، وانا كنت بلعبها من اوائل اللعب اول ما اكتشفت روبلوكس. أيوة انا واخويا قبل ما نبقى كمان. I have a surprise. اوكي تعالى، في بيسين هنا. تعالى، انا عندي اسرار كتير قوي في اللعبه دي، انا على وش عارفاها. تعالى هوريك. اتبعني. ايه ده؟ الله، الباب بيتفتح. حاضر. ما انت عارف فين. انا نسيت. تعالى اتبعني. حاضر يا اختي. بص، اقفز بس مش في الميه، هنا كده. ايوه تعالى جنبي بس. نط هنا بقى. طب ليه ما كناش بدأنا الفيديو هنا؟ استنى. نط هنا. تادا، في راجل هنا بيبيع وشوش. ممكن تغير وشوشك؟ انا هغير. نم نم نم، انا باكل. هم نم نم. انا هحط واحد مضحك. احط انهي؟ احط اللي عنده تعويره. هم دول بس؟ لا، اهو في ممكن تدوس على السهم الاحمر هتلاقي وشوش تاني. اه حلو الفيس ده، وانا نفسي على طول اجيبه. وممكن باي ذس فيس فور روبلوكس برضو كمان، ولما تبعد عنه الشاشه هتروح لوحدها. بس استني انا لسه بدور. تعالى انا هجيب ساد فيس. ساد فيس مسافر. استنى. طيب انزل بقى تحت، بس مش في الميه. اتبعني، انا عارفه في مكان سري. صوره الفيديو لازم تبقى بوشي وانا كده. استنى، في مكان هنا سري انا فاكره. استنى، مكان ممكن تكون عارفه اهو. ايوه انا فاكر المراكب دي. استنى. والناس لا مش مراكب، مش مراكب. تعال هنا. ايوه خليك واقف. استنى اقف هنا، اقف في الحته دي هنا. ايوه خليك واقف. انا رحت عند المراكب، ما تقلقيش. شايفني؟ ايوه انا شايف. ماشي تعالى بسرعه. رايح بالمركب وخلاص. لا ده مش بتاعك، فمش هتعرف تسوق. ايه ده؟ كليك تو جيت كاش. يامي. طب التانيين لا. يلا استنى، انا هبقى مانجر. I am the manager. يلا تعالى. ده البوت بتاعك. يلا اركبي. يلا تعالى بسرعه. ما في المكعبات. ايوه تعالى. نسيتهم. يا ساد فيس ماريو، اقف هنا الجزء ده اللي هو التادي بير. دوس على التادي. استنى، هتدوس على التادي؟ خليني انا اللي ادوس عليه. وسع بعدين. اوكي استنى. استنى، في حاجة بجد هتعجبك جدا. مكان رائع. خليك واقف زي ما انا واقف ناحيتك دلوقتي. انا طلع فوق كده سنة. ما تدوس على التالي، ما تدوسش عليه. ايوه ما تدوسش عليه. استنى. ما ينفعش. لا هيحصل، هو هيقوم يتكلم. اوه هلو انا هبتدي. لا لا استنى، هو هدوس عليه. ايه ده؟ هو ليه مش اهو؟ تعالى، في باب هنا. قفل. انت المفروض تيجي بسرعه جدا. خليك واقف هنا زي ما انت. ايه ده؟ ايوه انا السلالم دي بحبها قوي. يلا بسرعه اتفتح. انا دخلت. المكان قفل. استنى طيب ثانيه واحده بس. انا رايحه. انا فتحاه اهو، انا فتحاه. يلا بسرعه خش. مش عارف هو فين. تعال عند الدبدوب. عند الدبدوب اللي هو المكان الغرقان ده. شويه مكان. أيوة. الدبدوب خش. ايوه انا حفظته خلاص. ايوه خليك واقف هنا. انزل هنا تحت. انزل هنا تحت. لا مش عند الدبدوب، هنا. ايوه خليك بقى واقف. يلا خش. ايه ده؟ خش. ايه ده؟ تلا خش بقى جوه. استنى خش جوه هنا. خش جوه هنا. حاضر. مفاجأة، ديسكو بارتي. تعرفوا ان انا خليك واقف زي ما انت. خليك واقف زي ما انت. ماشي. يا تعرفوا صوت النهايات الكتيرة ده احنا الاتنين بنعمله. يلا تعالى نطلع بقى عشان في حوالي 2 سيكريتس. يعني لسه في تاني. يلا نخرج بسرعة. يلا نخرج بسرعة. ماشي وانا هتحول. انا دلوقتي رحت عنه. تمام. تيجي نعمل نروح مركب؟ لا انا هوريك في الاواخر يعني. بص اولا اطلع.
ايوه اطلع فوق خالص بالسلم. السلم ده خداع عشان تمام طلعت. ايوه تعال خش هنا بقى. اوعى تبقى شايف الطياره؟ ايوه شايفها طبعا. تعالى فين ما بتبداوا اللعبه يا اصحابي. تعالى هنحاول هنطلع اعلى قمه الجبل. تعالى اتبعني. ايوه تمام. هو في حاجه على قمه الجبل؟ ايوه ايوه قمه هوفيل. لا 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 زلا انت وقعت. قمه النينيهات هو صعب شويه بس مش مستحيل. ده اطول واطلع على دي وبعدين اطلع على دي. هو انا بحاول اطلع مش عارف. اطلع على دي. ايوه انا شايفاك اهو. استنى خليك واقف. اطلع على دي فين؟ اختي. ايوه انا شايفاك. انت طلعت هنا ازاي؟ تعالى انزل تعالى انزل اطلع هنا. انت شايف ايه ده هنا في المكان ده؟ ايوه تعالى عشان هتعرف تطلع اسهل. ازاي؟ اهو ازاي عملتي كده؟ مش من هنا، ملف من الناحيه الثانيه وهتلاقي مكان تقدر تطلع فيه. مش من هنا، امشي كده امشي كده عند العمود. العمود. ايوه امشي تحت تاني اهو هتلاقي اماكن بقى. انا شايفاك اهو. اهو هتلاقي اماكن اهو تعرف تطلع. ايوه شاطر. بس نط هنا بقى بسرعه حاول. صعب جدا. شاطر. انت وقعت ازاي؟ استنى. انا وقعت. استنى انت طلعت ازاي يا روبا؟ انت انا نطيت على دي شايفاها. بصي دي انا شاشتي الادج. ايوه الادج. يا لهوي ايه ده ازاي؟ ثانية. ما في هنا حتة اظن. من هنا. لا من هنا صح. انت دوست عليا في ال ال هي ماشي مشكلة عادي. استنى صعب. هو صعب. بص تعالى نروح عند قمة المبنى. انتحر الأول في المية وأنا هقول لك. يا كل ده علشان ننتحر في المية. شفتك كم زي ما يلا تعالى بقى. استنى كليك تو جيت كاش. استني الشاشه كبيره جدا كانت قريبه جدا بس مش قريبه جدا يعني تشوفوا ايه اللي جواه. انا قدام باب الهوتيل. اوكي في سيكريت بليس في الهوتيل وبالمره نبقى نطلع فوق في القمه على طول. ايوه تعالى خش جوه الهوتيل. تعالى بص في مكان سلم فوقين او في هنا سلم لتحت. تعالى ده مكان كلاب بيكسبك ماني. ماني لو قعدت هنا ممكن تكسب ماني. دو سبين الابل. في ابلز هنا. ده بس بلاي تيبل صاحب السبين. بس بلاي. كده بلاي. خلاص مش مهم. تعالى بقى انزل نط. ايوه اوكي استنى الكراسي دي. يلا تعالى نطلع بقى. ايوه الله ايه ده متعب جدا. تعالى بقى ايه ده اسانسير. استنى شغال. لو دوست هنا دوس. ايوه اوعى على احسن اسانسير ينزل عليك بسرعه. امشي على احسن اسانسير ممكن ينزل عليك. ايوه المفروض هو كده هينزل لنا ده المفروض. ايوه بينزل. يلا تعالى خش هندوس على سته عشان احنا يا اصحابي الاسانسير ده امان جدا. ده اسانسير بجد. احنا طلعنا. يلا هو طلعنا على اخر دور. اطلع هنا بقى خلاص. ناسي اللعبه في القمه طبعا لاننا بقى لنا كتير ما لعبناهاش. في القمه طبعا ماشي. من احلى. ايوه في بلكونه. اوعى تنتحر عارفه هم. ايه ده في ايه ده في بسين. ده جاكوزي. ايه ده جاكوزي؟ لا بس تعالى بس ماشي. تعالى انتحر على جزء البول ده. يس الحمد لله وقعت. هو في كورة وكورة. بص اطلع بقى تسلق هنا. ايه ده في ناس لابسين. ايوه تعالى تسلق بقى الجزء ده. حاضر. انهي جزء؟ اهو بتاع الجبل التاني اللي زي فيه تلج. ايوه تعالى اتسلق باسهل طريقة. ايوه وبعدين لا 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 وبعدين فلا لا لا وبعدين مش عارف اطلع عليه كده. تعالى ايوه ماشي. بعد ما طلعت اهو اقف في الجزء ده. بص خليك واقف هنا. تعال هنا خليك واقف مكان. خليك واقف. استنى هو انت هتوقعيني؟ هو ده لا 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 في دبدوب هنا هيفتح باب سر. استنى
خليك واقف زي ما انت. ده في الناحية دي انا ممكن تتعرف. استنى هيفتح دلوقتي صدقني. وكفي استنى هيفتح. ايوه انا شايفه في مكان قدامي باين سنة عليه. بص أيوة. تحس ان هو حيطة كده محطوطة على حيطة. افتح. لسه مفتحش. انا شايفه في ايدجز. افتح يا سمسم. صدقني ده كان مكان رائع بتغير فيه حاجات فظيعة. افتح يا سمسم. افتح افتح. استنى ادوس على البير. ادوس عليه مرة تانية. اهو دخل. ايه ده؟ دي مش مستشفى ما تقلقش. مكان بيبيهات؟ مش مستشفى صدقني. لا اقعد بس. يعني اقعد هنا؟ اقعد بس صدقني واستمتع. مين برايس؟ استمتع صدقني. بغير جسمي. بالظبط. عضلات. لا قول كده. عضلات. جيت ديس بودي. لا اهو ممكن بس انا مش هغير على نفسي. تدا شفت؟ وزيع ازاي؟ انا بصي جسمي ازاي؟ انا عاجبني كده. يلا نخرج بقى. شفت السيكريتس الفظيعة اللي في اللعبة دي؟ ايوه دلوقتي لسه في تاني. لسه في تاني بجد؟ ايوه استنى يا اصحابي الفيديو ده تعرفوا سيكريتس وفي نفس الوقت تستمتعوا. ايه ده؟ ايه اللولي بوب ده اسمه؟ ايه ده؟ انا شايف جيت سكين. تعال انتحر بقى بالمرة خلاص. اظن السيكريتس كده خلصت دلوقتي. هنلعب عادي يعني؟ للأسف السيكريت خلصت. خلصت؟ اذا انت غيرت الجسم بتاعك؟ ايوه انا لسه. هلو هنيا استنى انا هشتري بتاع ده مركب ونقعد فيه. انا هشتري حاول اركب اجيب اكبر مركب. ده غريب قوي. ماشي انا معايا فلوس. ده يعني نقدر احنا الاثنين. انا اللي هسوق وانت اللي وانا هقعد. ايوه يلا اقعدي بسرعه قبل ما اي حد يقعد. اصح محل. ترا يا اصحابي احلى حاجه في اللعبه دي لو انتوا اشتريتوا بوت محدش هيقدر يسوقه. ايوه هناك بقى غير صاحبه. استنى. ايوه ما تحل الهدوم ده انا فاكره. ايوه بس يلا بينا. ليه محدش معاه تاكسي توصيله؟ ايه ده؟ الله انا عايزه اخد ده. يلا ما بينفعش. اوكي ما اروح. افتح يا سمسم. ايوه انتحر. استنى خليك واقف زي ما انت. بس كده. عجبتك السيكريتس اللي وريناها؟ ايوه دلوقتي وريناها لاصحابنا. تعال انا عايزه اخد اوضه في الاوتيل. هاخد اوضه رقم 6 عشان بيبقى فيها حاجات فظيعه. استنى لا انا الاول هتاكد انها اوضه رقم 6. يعني تعالى معايا. شكلك كيوت قوي. انت جبتي منين اللبس الفظيع ده؟ هو ده لبسك اصلا في روبلوكس ولا لا ولا في اللعبه؟ استنى هجيب الاسانسير عشان انا كسوله في الجيم. استنى اظن كانت في 5 صح. يا مامي وصل اهو في روم 7 اظن. هي ايوه هي روم 7. انا هنزل بسرعه اخدها. استنيني. لا 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 اخدها. انا اللي هاخد الاوضه. استنيني وقعت فوق الاسانسير. انا اللي هاخدها. لا انا وقعت جوه. انا شفتك. انا هنزل بسرعه. هنزل بسرعه. هنزل بسرعه. روم 7 انا ما ادري. روم 7 بتاعتي. روم 7 روم 7. انا طلعت في روم 7. متاخده عند روم 7. متاخده اصلا. انا اخدت روم 5 اظن. حلوه برضه. بصي اهو روم 7. انا اظن ازيكم يا جماعه. انا هطلع الدور الثالث اظن هو روم 5 اللي فيها. انا فوق الاسانسير. ايه ده اختي انت تحت؟ انا لا انا في روم 5. ايوه برضه في بلكونه. الله دي بلكونه بحري. طلعت عند البسين. استنى انا جاي. اصل الاسانسير هو اللي طلعني. ماشي ده عشان انا فوق الاسانسير. كاش اهو. تيك ذا كاش كاش ماني كاش كاش. ايه ده؟ لا ده قبل اخر دور كده فوق. ماشي عارف. انا هغير شكلي كمان. عايزه اغير شكلي. هقف على السور.
اللوحة نيا اللوحة نيا. نطلع الدور 6 هنوت ما تحيرنيش بقى. ولما اطلع انا انت في مكان انا مش هروح بعد كده في اي مكان انت فيه. لا يا جماعه كل شويه تسحبوا الاسانسير بقى. انا عايز الاسانسير علشان اكل بيه اسباجيتي وهعمل ايه. اهلا وسهلا افضل ما اثبت مكانك. انت عملت جريمه. تعالى نطلع بلاش الاسانسير. الاسانسير مش شغال لحسن هتتحبس فيه او يقع. هسحبكوا الاسانسير. هسحب الاسانسير. يس يس استنى عمال ادوس على كل حاجه. اطلع فوق خالص اطلع فوق خالص. دوس على 6 خلاص. انا اسانسير ماشي خلاص كفايه كده كده احنا الدور اللي قبل الاخير. يلا تعالى اطلع عشان هنغير شعرنا. اهو الدور بالسلم. في حد بينزل بالسلم. انا عايزه اجيب شعر شكله شيك. وادي عملت نفس كاني يونيكورن هير. اصلا انا جدا الدور كمان get this hairstyle. تشاوين وين كمان انت فوق خالص بقى. بس كده انا اقدر العب. انا ايه ده بقى بقدر العب في الجيم بجد. بص رجليها مخلعه ازاي. انا هجيب شعر. ماشي انا جبت شعر على نفسي. واه واه يا لهوي. بص دراعاتي بتنزل. جبت شعر مضحك. بس انا هقعد في شكل شويه. ايه الرينبو ده؟ انا شفت الرينبو. لا دول بيضاوا. انا لا انا معايا فلوس. لا مش بفلوس مش بروبكس. ايوه ما انا عايز فلوس في اللعبه. انا معايا 419. ايوه انا هقعد في جاكوزي. واو يا استنى هطلع في البلكونه بقى. عايز فلا الله يا رب من فضلك خلينا نجيب لنا روبكس. هجيب شعر بناتي. يا رب من فضلك خلي يجي لنا روبكس. في روبكس ما انت عندك روبكسايا. ايوه يا اصحابي انا فعلا عندي روبكسايا واحده بس. وان روبكس ازاي ما اعرفش. هبقى اوريها لكم يا اصحابي في اخر الفيديو. بجد ازاي معرفش عندي روبوك ساعة واحدة بس اشتري بيها ايه مش عارفة اصلا. يمكن عشان انت عملتي تيشيرت. لا انا ما عملتش تيشيرت روبوك. علشان انت عملتي تبرع في الجيم بتاعتنا. ومين هيتبرع لي بروبوك ساعة؟ انا اصلا اكتشفت ان التبرع ده مش حقيقي. ما اللي انا حطيته مش شغال. محتاجة احط حاجة حقيقية. هو ازاي في نخلة في وسط ال شعر بناتي. ايه want to increase your starting money talk to me. مالي لما بطلع ما بلاقيش عندي شعر. بروبوكس. لا شكرا. مكان الاسانسير انت دوس هنا. انت كده هيجيلك كاش كتير وهتقدر تشتري عربيه اقصد مركب. الله شكلي حلو قوي بالشعر ده. حط الشعر ده في بس المشكله ده بروبوكس. الله ده يونيكورن كولرز بينك وبلو وبربل. favorite colors. اسمي نفسي ايه اصلا؟ جيمر تكارا. اصلا جيمر تكارا. لا انا هسمي نفسي حاجه تاني. استنى هتضحك. رزة. ايه انا رزدايا بقى. اسمي رزدايا. شرطة نيم رز. انا نزلت تحت ورايح اشتري. ما تكتبش. طيب اسمي نفسي ايه اصلا؟ جيمر بامكن نيم. اسمي نفسي ايه؟ استنى عايزه اسمي نفسي حاجه مضحكه. تشيز. انا بقى اسمي جبنه. منيون. انا بقى أنا اسمي هكتب نيم شرطه نيم تشيز برضو. نحن من ذا فاميلي اوف تشيز. بالخط ذا هيستوري اوف الشطه. شطه شرطه قصدي.
نيم تشيز. إنها عائلة التشيز. سوف أحكي لكم قصة التشيز. إن التشيز قد أنشئ بملكنا العظيم جيري الأعظم. جيري هذا أول جيري يظهر في الحياة. عندما جيري ظهر في الحياة كان اسمهم جينكس، ولكن عندما تغير اسمه أصبح جيري. إن هذه القصة حقيقية، لكن قصة الجبنة ليس لها علاقة أبدا. أيوة بجد كان جيري اسمه جينكس، وتوم كان اسمه جاسبر. حتى لو لاحظتوا في الحلقات القديمة يا أصحابي كانت سيدة شوز بتقولهم جاسبر. ده أول جاسبر. حلقة بس تخيلي ليه الحلقة لما تكون كده تحسوا إنه لما كان جيري بيرخم عليه وبيفضل يحدف عليه بتاع ده كاسات إزاز وأطباق إزاز، وتوم كان شادد جيري من ديله. أما جيري دلوقتي بقى يا اصحاب، يا رب تكون الاسرار بتاعت اللعبه دي النهارده عجبتكم. ما تنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل ليكم مزيد من جبنتنا. باي. مش باقي جبنتي.